اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 050-516-3525. اليوم هنتكلم عن سيارتنا الجميله الرائعه الماليبو 2020. يلا بينا. زي ما انتم شايفين السياره طبعا هي اكبر سياره ميد سايز في فئتها. الماكينه بتكون 1.5 توربو مع 163 حصان، 6 سرعات اوتوماتيك. الفئه اللي احنا بنتكلم عنها اليوم هي الفئه ال اس. ال اس يعني في عندنا الكشافات الضبابيه، في عندنا الرنجات 17، مرايات عليها الاشارات اللي انتم شايفين، في دخول ذكي على الابواب كمان. السلك البترول عندنا هو اهم شيء في السياره دي، هو طبعا اللتر الواحد ماشي في حدود 17 كيلو ما بين مدينه وما بين خط، طبعا ده استهلاك معدل متوسط. من الخلف احنا هنشوف فيها طبعا المحسسات الخلفيه والاضاءه بتكون ال اي دي ورا وقدام. في عندنا من الداخل بعض المواصفات المهمه جدا، يلا بينا نشوفها من الداخل. في عندنا تفاصيل كتير في السياره دي بتبين لنا قد ايه الاهتمام بادق التفاصيل. المكيف الخلفي مثلا، الشاحن زي شاحن بيقولوا عليه سيجرت لايت شارجر، وفي عندنا باور اوتلت او مصدر للطاقه خلف اللي هو شاحن زي الشاحن المنزلي بالظبط، يعني اللي معاه لابتوب ولا اي شيء عايز يشحنه في السياره يشحنه في السياره. زي ما انتم شايفين ده الشكل التابلو ما شاء الله. تمام، هنشوف المساحة الخلفية قد ايه واسعة. زي ما انتم شايفين مساحة كبيرة جدا ما شاء الله، الناس تقدر تقعد ورا براحتها، عندهم المكيف الخلفي لراحة الركاب الخلفيين. نشوف بقية التفاصيل. دي في الغالب أكبر دبة في العالم في السيارات الصالون الميد سايز أو متوسطة الحجم. زي ما احنا قلنا السيارة دي مش متوسطة الحجم فعليا، هي أكبر سيارة في فئتها، أطول سيارة، وده مساعد طبعا في المساحة الخلفية للدبة. زي ما انتوا شايفين تقدروا تكبروا الدبة لو محتاجين، طبعا بننزل ظهر السيت أو الكرسي، يدينا مساحة كارجو من أول الدبة الخلفية حتى ظهر السايق. طيب نشوف من قدام. فول اوتوماتيك، هنا اللي على الابواب ما المسقوماش، اضاءه ذاتيه فول اوتوماتيك. هنا شكل ستيرنج، الشاشه ما شاء الله 8 انش بالابل بلاي والاندرويد اوتو. طبعا هنا في البوش ستارت، مثبت السرعة، عداد ديجيتال، تحكم كامل في الستيرينج، الاوديو والميديا، والهاند بريك بيكون زر. الماكينة احنا قلنا هي 1.5 توربو 4 سلندر و6 سرعات اوتوماتيك و163 حصان، الجير عادي تقليدي الست سرعات، ده بيساعد طبعا في استهلاك البترول مع التوربو تشارجد انجن اهم شيء فيها. هنشوف العرض اللي عليها كمان، هو عرض الشهر بتاع جولاي في بن حموده للسيارات. يلا استعدوا للمفاجاه. طيب زي ما احنا شايفين الواجهه ما شاء الله شكلها شيك جدا رائعه، مع الفينشنج الكروم اللي على الشبك، الإضاءة الهالوجين، الكشافات الضبابية عريضة طبعا، ده فيس ليفت تم بداية من 2019. طبعا السيارة اللي احنا بنتكلم عليها اليوم هي 2020. ال2020 في عندنا هنا ادي قياس الرنجات والتايرز، هي رنجات 17. عايزين نشوف فين قياس التايرز، اهي موجود هنا
يكون 225 على 55 ار 17. طيب ممتاز، نشوف بقية التفاصيل. مقالبه موجودة على جانب الباب، تدي اضافة طبعا شكل رائع، مرايات عليها الاشارات زي ما احنا شايفين، الدخول الذكي على الابواب، في هنا استهلاك البترول زي ما احنا شايفين، اهم شيء في السيارة دي. ممتاز، زي ما احنا قلنا 16.7 حوالي 17 كيلو في اللتر الواحد. شوفها من ورا، اوكي ده الشكل الخلفي، هي تقريبا اكبر دبة في فئتها ما بين السيارات الصالون، لان هي فعليا اطول سيارة صالون في الفئة، فئة الميد سايز زي ما انتم شايفين. تمام، اوكي ده الشكل الكامل ما شاء الله. السعر المفاجئ طبعا في شهر جولاي للسيارة الماليبو ال 1.5 التوربو ال LS، فئة ال LS ال 2020. السيارة كان سعرها كان موجود فوق عالي جدا، دلوقتي احنا بنقدر ناخدها فقط ب 69900 درهم لا غير، 69900 درهم فقط لا غير، يعني اقل عن 70000 درهم بشوية. تمام، طبعا العرض حتى نهاية الشهر او نفاذ الكمية، واحنا عندنا الوان محدودة شوية، فطبعا تتصلوا على المهند 050-516-3525 وبنظبط لكم اللون اللي ان شاء الله انتم حابينه. في الوان جديدة موجودة، اللي ورايا ده يمكن واحد منهم. طبعا في عندنا التأمين نقدر نضيفه، التسجيل طبعا ممكن نحطه مع سعر السيارة، وطبعا اختيارات تانية كتير تقدروا تختاروها انك تضيفها على السيارة. موضوع تسهيل التمويل ده موجود عندنا كمان، اذا حبيتوا مساعدة في الدفعة الاولى كمان ده متوفر. طبعا بس تتصلوا على مهند 050-516-3525 وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واهلا بكم مع مهند بن حمود للسلام.